السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. صيف قائد تعيشه عدن على كافة الأصعدة مناخيا وسياسيا وأمنيا. عودة قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى المدينة في هذا التوقيت وبدون اتفاق واضح حول مهام وعمل المجلس في ظل تأزم العلاقات بين الرئاسة اليمنية وأحد أركان تحالف دعم الشرعية في اليمن. أدركت الشرعية خطورة ذلك الصراع على عدن وعلى الشرعية، ما حدا برئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى التحذير من مغبة العمل ضد الشرعية في عدن، لأن نتيجته النهائية لن تخدم إلا مشروع سلطة الانقلاب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث سنناقش التداعيات الخطيرة التي تهدد مستقبل عدن في ظل صراع النفوذ بين الشرعية والمجلس الانتقالي. اليوم عقد المجلس الانتقالي اجتماعه الأول في مقر المحافظ الرسمي في جولدمور في ظل الترتيب لفعالية 7/7 يوم الجمعة القادمة. أجواء توتر تسود العاصمة المؤقتة عدن مع اقتراب موعد الفعالية، ولذلك تطرح الكثير من التساؤلات. ما هي خيارات الشرعية في احتواء التوتر السياسي في عدن؟ وما هي الخطوات المقبلة للمجلس الانتقالي لا سيما مع ذهابه نحو التصعيد مع الحكومة الشرعية؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها اليوم في زوايا الحدث، ولكن مشاهدينا بعد أن نشاهد هذا التقرير. ماذا تحمل عودة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه هاني بن بوريك في هذا التوقيت؟ سيناريوهات عدة يثيرها هذا التساؤل المحاط بكثير من التوتر السياسي وقليل من التوافق بين الحكومة وما يسمى بالمجلس الانتقالي. رسالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر التي طرحت المشكلة على بلاطة كما يقال، حذر فيها من تكرار صراع يناير جديد بين أبناء الجنوب، وحمل قادة المجلس الذين يملكون السلاح والمال مسؤولية حفظ الأمن في العاصمة المؤقتة عدن. محاولة بن دغر الدفع باتجاه اعتبار الحكومة والمجلس الانتقالي شركاء لا بدلاء واجهها بيان المجلس برفض ضمني من خلال التشكيك بقادة الشرعية في بيانهم الذي كان شديد اللهجة وكثير الاتهامات. منزل المحافظ الرسمي الذي رفض عيدروس تسليمه لخلفه المفلح عقد فيه اليوم الأربعاء اجتماع المجلس الانتقالي في إطار التجهيزات لتظاهرة 7/7 والتي دعا إليها المجلس. عدن بين خيارات مفتوحة في ظل غموض رؤية المملكة السعودية والإمارات إزاء كيان يحظى بنفوذ عسكري وسياسي أكثر من الحكومة الشرعية والتي جاء التحالف لدعم استعادتها في اليمن. أيام قليلة ستفصح عن مخرجات هذا التوتر في عدن، ما إذا كان فقط إثبات حضور وفاعلية من قبل عيدروس وبن بوريك أم خطوة تصعيدية في طريق الانقلاب على الشرعية هذه المرة من جنوب البلاد. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا الآن من عدن عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح. سيد منصور مساء الخير. مساء الخير. سيد منصور، أولا ما هي مخرجات أول اجتماع للمجلس الانتقالي الذي تم صباح اليوم في عدن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المخرجات في اليوم أن المجلس ليست بمعنى المخرجات، إنما المجلس اليوم عقد جلسته الأولى مبشرا ب عهد جديد بشر به سابقا هذا المجلس بالوفاء والالتزام بالإيفاء بالتفويض الذي منحته الملايين المحتشدة في 4 مايو وأكدته أيضا في 21 مايو. المجلس ناقش اليوم ما تم عمله خلال الفترة الماضية في الداخل من خلال تقرير قدمه القائم بأعمال رئيس المجلس هنا قبل اليوم الدكتور ناصر الخبجي محافظ محافظة نهج عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، كما ناقش نتائج الزيارات الميدانية التي قام بها نائب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء هيئة الرئاسة إلى عدد من دول المنطقة الدول العربية وأيضا عدد من العواصم الأوروبية، وأشاد بها وأكد أنها كانت نتائج إيجابية. المجلس أيضا كان مما ناقشه اليوم هو تردي الخدمات، وحمل الحكومة حكومة الشرعية بشكل كامل هذا التردي واعتبرها مساهمة وبصورة متعمدة في التضييق على حياة الناس هنا في عدن وفي محافظة الجنوب
المحررة وإن شاء الله سيواصل. لكن سيد منصور، هنا ماذا عن تحذيرات رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من الاختلالات الأمنية التي قد تصاحب فعالية الجمعة التي حذر منها، وأيضا التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقالي مؤخرا؟ مؤسف جدا، المجلس الانتقالي الجنوبي يأسف كثيرا ما جاء في مقال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر من اتهامات لا أساس لها، لا تمثل سوى هروب من حكومة الشرعية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطن في مختلف المحافظات المحررة وتحديدا في العاصمة عدن. اتهامات أحمد عبيد بن دغر كنا نتمنى أن يطلق عليها الضوء بكونها تصب في إطار توجيه الاتهام بشكل مباشر للتحالف بالفشل في حماية الانتصارات التي تحققت في المناطق المحررة، بقدر على عكس ما كان يراد لها في إن كونها تمثل اتهامات المجلس الانتقالي الجنوبي. الدكتور بن دغر للأسف لم يكن موفقا للغاية، وهو في تلك الاتهامات ويحاول أن يهدد بشكل مبطن أن أهددنا بالحوثي دون أن ينسى. نعم. أن يعفي المخلوع صالح. لكن الكثير سيد منصور ينظر إلى ما طرحه سيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بأنه كان في الأمر تودد وأيضا تحذير من ما ستؤول إليه الأمور، ولكن ردكم جاء كإلغاء وفيه نوع من التحدي والتخوين أيضا. للأسف الحكومة كانت بادئة، والبادئ أظلم، هو كان الخطاب غير متوقع. كنا أن نكون أكثر، نتمنى أن يكون أكثر عقلانية وأن يكون أكثر مسؤولية، وأن تتحدث الحكومة عن مسؤولياتها وعما قامت من بإنجازه في مجال الخدمات، في مجال قطاع الكهرباء والمياه، في مجال الأمن، في مجال حماية في دفع رواتب المواطنين، لكنها تتهرب لتلقي باللائمة على المجلس الانتقالي وقد ظهر. نعم، لكن الرجل كان يدعو إلى التعاون من خلال المقال الذي طرحه، يدعو إلى التعاون من جميع الفرقاء، ولكن ما يبدو واضح من تحركات المجلس الانتقالي هو عدم اعتراف بالحكومة وبما تقوم به في المحافظات المحررة. كما قلت لك، الحكومة هي التي لم تعترف بالشريك الآخر والأساسي. الحكومة يبدو أنها تمارس أجندة ومهام تخالف توجهات التحالف العربي في دحر الانقلاب، وبدلا أن تتوجه بقبضها وقضيدها بإعلامها بجيشها بأمنها باتجاه تحرير المناطق التي يحتلها الحوثيون وصالح، ها هي تتوجه بكل قواتها وبكل وسائل إعلامها للهجوم على المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى المقاومة الجنوبية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأساسي في هذه المعركة. حينما نسيء إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، حينما نسيء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حينما نسيء إلى المقاومة الجنوبية، فنحن نستهدف الانتصارات التي تحققت في المحافظة الجنوبية، لأنها انتصارات لم تتحقق إلا عبر هذه القوى، عبر المقاومة الجنوبية التي يمثلها اليوم الحراك الجنوبي المفوض شعبيا من كامل الشعب الجنوبي في فعالة 4 مايو وفي 21 مايو. عندما نسيء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فنحن نسيء إلى من قدمت المال وقدمت الرجال وخاضت بأعز شبابها معارك تحرير محافظة الجنوب، وهي تخوض معارك اليوم في 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 المخا وباب المندب، وشارفت على الوصول إلى ميناء الحديدة، وكانت من تحرر لو تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووقفها لهذه العمليات. لهذا نأسف إنه الحكومة تتدخل بهذا القدر المخزي، وهي تحاول اليوم أن تخوفنا بالحوثي وصالح، وبأنهم قد غدوا على مقربة 150 كيلومتر من العاصمة عدن. هذا لا يهم، الحوثي وصالح دخلوا إلى داخل عدن ولم يكن لدى شباب عدن سوى أسلحتهم الشخصية، وبعضهم لا يملك، كان الشباب يتناوبون على قطعة آلي أو سلاح خفيف في داخل عدن وفي داخل الضالع وفي داخل اللحج. إذن ابقى معي. نعم. اليوم لا يمكن تهديدنا لا بالحوثي ولا بصالح، لأننا أصبحنا نمتلك مقاومة قوية، أصبحنا نمتلك جيش، نقدر نسميه جيش جنوبي احترافي، ونمتلك سلاح ودبابات ومدافع، ولدينا القدرة أن نرجع صالح
ومتحالف مع صالح. سأكمل معك سيد منصور، ولكن سيد منصور دعني أشكرك معي بالنقاش. سينضم إلينا المحلل السياسي من لندن صالح الجبواني. سيد صالح مساء الخير. يا مساء النور. سيد صالح، لعلك سمعت معنا ما طرحه عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي، بعض ما قاله السيد منصور، يقول أنه الحكومة الشرعية أساءت لدولة الإمارات وأيضا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وأيضا أنها لا تعترف بالآخر كما يقول. ما يعني ما ردك لذلك؟ مساء الخير. أولا الحكومة الشرعية أساءت فعلا لما عينت هذا عيدروس الزبيدي محافظا لعدن. نعم. الحكومة الشرعية أساءت حينما عينت ناصر الخبجي محافظا اللحج، عندما عادتهم إلى قادة في القوات المسلحة، عندما أشركتهم بشكل كامل. لو تعرف كم عدد الوزراء والسفراء والقادة العسكريين من هذه المناطق التي تدعي الجنوب وهي مناطق محدودة جدا، سوف تقول أنه الشرعية فعلا أساءت. هذا أولا. نعم. الشيء الثاني، المجلس يعقد اجتماعه اليوم في منزل محافظة عدن الذي موجود في المعاشيق، رفضوا تسليم المنزل له. هذا عمل انقلابي واضح. إذن عن أي انتقال جنوبي يدعون هؤلاء، وعن أي قضية يدعوها هؤلاء، وهم حينما انطلقت عاصفة الحزم أقسموا إمام الرئيس عبد الرب منصور هادي إنهم جزء من الشرعية، وأنهم جزء من عاصفة الحزم، وأنهم جزء من الجهد العسكري لإخراج الحوثيين وقوات صالح من اليمن كلها وليس من محافظات معينة. لكن سيد صالح، أيضا ما يقومون به هل يتوافق مع أهداف عاصفة الحزم التي انطلقت من أجلها؟ لا أبدا، هم لديهم أجندة خاصة، وعيدروس الزبيدي والميليشيا المناطقية اللي معه في عدن لم يستشهد منهم شخص واحد في عدن أثناء الحرب. عدن حررها أبنائها الذي هم من كل المحافظات، في شهداء من عدن، أبناء عدن الأصليين، في من لحج، في من أبين، في من شبوة، في من يافع. أنا أريد الأخ المتحدث يأتي لي باسم شهيد واحد من الضالع سقط في عدن. لكن ايضا الاهم في الموضوع سيد صالح هو يعني هناك يتحدث عن انه رئيس الوزراء وايضا الحكومه والشرعيه بشكل عام لا تعترف او لا تقبل بالشراكه كما قال، بينما ما هو ملاحظ من مقال السيد احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء يوم امس، كان ابرز ما فيه هو التودد والدعوه للشراكه بين كافه الاطياف يعني الخروج من هذا الواقع. أي شراكة يريدوه هؤلاء؟ أي شراكة؟ إذا كان إذا كان كل السلطة العسكرية والأمنية في عدن معاهم، إذا كان عندهم ما لا يمكن أن يكون لدى حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وأي محافظة في اليمن، ليس لديهم ربع ما لدى هؤلاء من مناصب. أي شراكة يريدوا يتحدثوا عنها؟ يطلقوا شعارات لإيهام الناس، يستخدموا القضية الجنوبية كسلم للوصول إلى أهدافهم التي يرفعونها منذ فترة. نحن كنا من أوائل الذين خرجنا من أجل القضية الجنوبية، نحن خرجنا من أجل جنوب جديد، نحن خرجنا ضد احتلال قوات علي عبد الله صالح. لكن أن تتحول القضية الجنوبية إلى استعادة مناطقية لدولة آفلة، هذا ما نرفضه نحن ويرفضه كل الجنوبيين. الناس في المهرة وفي حضرموت وفي شبوة وفي أبين وفي عدن وفي لحج، كلهم يجمعوا على أنه لا عودة للماضي ولا عودة للشموليون الذين يتحدثون اليوم باسم الشعب الجنوبي، والشعب الجنوبي وبراء منهم. نعم، لكن هنا سيد صالح دعني ولو قاطعتك، هنا أين تقف المملكة العربية السعودية وأيضا الإمارات مما يحدث اليوم؟
لحظة أريد ملاحظة واحدة فقط، ما هي الميليشيات التي يعتمد عليها عجر الزبيدي في عدن؟ هي ميليشيات مناطقية، تقول لي في عساكر معهم من أبين، من شبوة، من حضرموت، من المهرة، من أي مكان، أبدا. لكن هناك أطراف مؤثرة وبشكل كبير من التحالف العربي تدعم هذا التوجه. هذا أمر يؤسف له في الحقيقة، أنه المملكة العربية السعودية قائدة عاصفة الحزم تركت الحبل على الغارب في الجنوب للإمارات العربية المتحدة، وضباط الإماراتيين أصبحوا يشتغلوا كضباط سياسة، مع الفرق أن ضباط السياسة الإنجليز كانوا أنظف وأنزه وكانوا يشتغلوا وفق نظام معين برغم أنه احتلال، لكن ووجدوا في هذا المجلس اللي ولد في أبو ظبي، ووجدوا في هؤلاء الذين يتمسحون بأذيال هؤلاء مطايا لتنفيذ إجندة معينة ستتكشف. نعم. يعني تسلمت الأمر دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من سنة ويحدث ما يحدث، ألا تنظر لكل هذا المملكة العربية السعودية وما يدور حتى الآن؟ هنا السؤال بالحقيقة، يعني الإمارات العربية المتحدة لم تأتي بكهرباء ولم تأتي بماء ولم ينظفوا حتى الشوارع التي أصبحت يعني مليئة بالقمامة وحواضن للأوبئة، لم يفعلوا شيء. عيدروس زبيدي جلس سنة ونص ومحافظ ولم يفعل أي شيء. الإمارات إذن لديها أجندة أخرى غير دعم هذا الشعب، هذا الشعب الجنوبي الذي يتغنون به، يموت من الأوبئة، يموت من الظماء، يموت من الحرارة في عدن وفي كل المحافظات. نعم. إذن هي عملية تسويقية، هم يقومون الآن بعملية تسويقية لوهم استعادة دولة مناطقية فقدوها الشعب الجنوبي لن يكون معهم. نعم. ولا الشعب اليمني كله. نعم سيد صالح، المملكة العربية السعودية الآن عليها واجب. نعم. المملكة العربية السعودية الآن عليها واجب أن تنظر إلى ما يحدث وأن تمنع ما يحدث، لأن ما يحدث هو طعنة في ظهر عاصفة الحزم، وهو دعم مباشر وقوي للحوثيين ولعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح لم يخفي سعادته بما يجري في الجنوب والحوثي. نعم. وأحمد علي عبد الله صالح اجتمع مع بعض أعضاء المجلس الانتقالي في أبو ظبي. نعم. وهذا أمر غير خافي على أحد. وضحت الصورة سيد صالح الجبواني المحلل السياسي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح. سيد منصور، يعني هناك فعالية يوم الجمعة يعني يتبناها المجلس الانتقالي الجنوبي، ما هي أبرز أهداف هذه الفعالية؟ نعم، أولا أعبر عن أسفي لما سمعته، ولا كنت أتمنى ألا أسمع من شخص تسمونه محللا سياسيا هذا الحديث المناطقي المقيت، يعني مؤسف ومؤلم أن نسمعه ومن يدعي حرصه على القضية الجنوبية، القضية الجنوبية دفاع عنها هؤلاء الرجال الذين يعقدون اجتماعهم اليوم باسم المجلس الانتقالي الجنوبي. لا أريد أن أتحدث بهذه الصورة المناطقية، لكنني أذكر بأن الدكتور علي ناصر الشيبة من أبين موجود في الاجتماع، صالح بن فريد من 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 شبوة، لطفي شطارة وهاني بن بريك من عدن، منابة شراحيل، نيران سوقي، دكتورة سهير، سالم ثابت العولقي، هؤلاء الرجال أصحاب البصمات في مسيرة الثورة الجنوبية، هم الأصحاب الحق أن يعني يتحدثوا باسم الجنوب، وليسوا ممن يتنقلون. وضحت الصورة سيد، يحاولون ترتيب أوضاعهم على حساب الإساءة بالرموز الجنوبية التي لا تحتاج إلى شهادة من أحد، وليست بحاجة إلى من يعينها أو يضعها في مناصب. وضحت وجهة نظرك سيد منصور، ولكن دعنا نعود لسؤالنا. سؤالنا، نحن سنكون يوم الجمعة القادم بإذن الله على موعد مع مسيرة أو انتفاضة أو تظاهرة حاشدة لجماهير الجنوب لإحياء الذكرى 23 لذكرى اجتياح واحتلال الجنوب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح وجماعة الإصلاح التي كانت متحالفة معها حينها،
وأيضا إحياء الذكرى العاشرة لانطلاقة الحراك الجنوبي المباركة في تلك في العام 2007، وستكون مناسبة أيضا لتجديد العهد على المضي خلف قيادتها التي طورتها في الحادي في الرابع من مايو المنصرم لتفويض المجلس الانتقالي الجنوبي لإدارة وتمثيل الجنوب باعتباره هو الحامل والرافعة السياسية للقضية الجنوبية وليس غيره. ونحن إذا كان هناك من قصور اعترى عمل المجلس فلن نتردد ولن نخجل من المراجعة، وسيكون هناك تواصل وجاري التواصل مع مختلف القوى السياسية الجنوبية. سيد منصور، لكن هنا سؤال أخير سيد منصور، يعني بما يخص الفعالية، هناك رئيس الوزراء حملكم مسؤولية الحماية الأمنية والوضع الأمني في المدينة، هل يعني جرت كل الترتيبات الملائمة لذلك؟ يا سيدي المقاومة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي ليست بحاجة لمن يعرفها بمهامها، هي تنهض بمهام الأمن وحفظ الأمن في عدن ولحج وأديان والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة منذ أن تم تحرير عدن وهذه المحافظات من الوجود الحوثي العفاشي. هي لا تحتاج إلى من يعرفها بمهامها، فقط نحتاج لأن يتركنا البعض نعمل وألا يتأمروا علينا وألا يدسوا لنا السم في العسل. المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادات العسكرية والأمنية السابعة له قادر على أن يضبط الحالة الأمنية، فقط هو يحتاج إلى أن يكف الآخرون أداهم عنا. نحن أصحاب رسالة حضارية. أشكرك سيد منصور صالح، عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من عدن أيضا الناشط في الحراك الجنوبي غسان الشعيبي. سيد غسان مساء الخير. مساء النور. سيد غسان، توتر واضح في العاصمة المؤقتة عدن، كيف تنظر إلى هذا التوتر السياسي الأخير بين الحكومة وأيضا المجلس الانتقالي؟ مساء الخير. مساء النور، تفضل. أصوب الاسم غسان صالح طبعا الشعيبي كلفت. ثانيا مسألة التوتر كما سميت التوتر الأمني في عدن وفي السياق الطبيعي، وليس هناك أي طارئ بالنسبة للعملية السياسية. الدعوة إلى مهرجان أو فعالية 7/7 لرفض الحرب على عدن أو اجتياح عدن في 7/7 سأتي في السياق الطبيعي. إذا كان قصدك هي تغريدات رئيس الوزراء أمس أو ما قاله رئيس الوزراء في تغريداته من محاذر أو من مخاوف، أجد أن الأمر مبالغ فيه، وأن الأخ رئيس الوزراء أخذ الأمر من زاوية قد لا تكون سليمة. لكن التصعيد الذي قابل ذلك، التصعيد الذي قابل ذلك وأيضا لغة التخوين، التخوين بحد ذاته يعني، والذي وجه للرئيس رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وأيضا لرئيس الوزراء، هل يصب هذا في مصلحة القضية الجنوبية وأيضا مطالب الجنوبيين؟ دعني أوضح أمر ما طرحه الأخ رئيس الوزراء أو ما تناولت أنت الآن مسألة من تخوين الأخ رئيس الجمهورية أو دولة الأخ رئيس الوزراء. لا لم أجد ما يؤخذ بشكل رسمي في هذا السياق. كل ما تم تناوله وحتى مسألة شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي من ليست محل نقاش حتى بالمجلس الانتقالي الجنوبي. هو الدليل على ذلك تصريحات الأخ الشيخ خالد بن بريك رئيس هيئة رئاسة المجلس، والتي لم تؤخذ بسياق سوداني، وذكر ان انشاء المجلس لا يتعارض وشرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذا التنسيق مع التحالف العربي. كذلك تصريح الاخ عضو رئيس عضو رئاسه المجلس الاخ ناصر الفطقي ومحافظ لاحق بان المجلس الانتقالي لا يتعارض مع شرعيه الرئيس عبد الرب منصور هادي، وان انشاء اوجا كمطلب جنوبي بتفويض شعبي فعاليه 27/2 التي اتت بعد قرار إقصاء محافظة العاصمة عدن الأخ عيدروس الزبيري، وما تلتها من سلسلة القرارات الآن بإقالة منع على رأس السلطة. نعم، لكن إذا كانت لا تتعارض كما تحدثت سيد غسان، لماذا لا يتم تسليم المحافظة للمحافظة الجديد
وفقا لقرارات رئيس الجمهورية؟ دعني أخبرك أمرا، أن أرفض أمرا ما أو ألا أتقبل أمرا ما غير أن أعارضه أو أن أنقضه وأقف موقف اتصالي معه. ما أدري على ذلك وموقف العديد من قوات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كثير من الأحزاب السياسية رفضتها ولكنها بالتالي لم تقف في وجهها. هذا حق أصيل من حق المعارضة والرفض للقرارات، ولكن فرق بين الرفض وبين المواجهة. ما أعتقدته من حق كل المكونات أن تربط قرارات رئيس الوزراء طالما وهي تنظر أن الشراكة شراكة الأمر الواقع التي لكن ترفض وتتمسك بمقرات الفكرة أكمل الفكرة. نعم، لكن ترفض وتتمسك بمقرات السلطة المحلية. نعم، ترفض وبالمقابل أيضا تتمسك بمقرات السلطة المحلية. مسألة التمسك بمبنى السلطة المحلية على المحافظ عبد العزيز المفلحي أن يعمل ما أو يقوم بمعالجة هذا الأمر في السياق، كما تمت معالجة العديد من القضايا بمبنى السلطة المحلية عندما كان الأخ عيدروس الزبيدي. كانت مجموعة من الشباب في المجلس لها مطالب معينة، يتم التفاوض معهم ولمعرفة مطالبهم أو استيعابهم ووجود حل. لا أعتقد أن هذا مبرر لعدم القيام بدور كسلطة محلية في هذا الوقت الراهن والعصيب وتردي الخدمات الكهرباء وموانع. نعرف أن مهمة الأخ عبد العزيز المفلحي صعبة، ولكن نأمل أن يقوم بظهور ونحن نساعده في هذا الجانب. نعم، لكن مسألة أن ننظر من زاوية ضيقة، نحن نتمنى أن تستقل عن السياسي وأن تخف التجاذبات بين الأطراف الشرعية. ما ذكره الأخ رئيس الوزراء، وأذكر قبل يومين صدر مصدر مسؤول في مصدر في رئاسة الحكومة يتحدث عقد حول ما ذكره الأخ رئيس مجلس التقاعد الجنوبي عدنان الزبيدي حول الإرهاب وحول علاقات. نعم، لكن أصدر الأخ أحمد عبيد بن تغر دولة رئيس الوزراء الجهات بعد يومين الجهات التي تحدد ومن يتكلم باسم الحكومة. هذا سجال سياسي يدار داخل أروقة الحكومة، نأمل أن يخف هذا السجال بين الصفوف الشرعية. نعم، هنا سؤال أخير سيد غسان. الحرب وحاسم البوضة. نعم سيد غسان، هنا سؤال أخير. الفعالية التي ستقام يوم الجمعة بتاريخ 7/7، هل يعني تتوقع أن ستمر بدون حدوث اختلالات أمنية في العاصمة المؤقتة؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال أذكر أنه فترة حرب اليمن مرت بتجاذبات داخلية وخارجية إقليميا ودوليا. هناك حسابات معينة أجلت نوعا ما حسم إحلال حسم أو تقليل نهاية الحرب. مسألة دخول الحديدة ومسألة كلها خاضعة لحسابات، مسألة حسم الجبهة في جبهتنا أهم، مسألة الساحل الغربي كلها خاضعة لحسابات داخلية وخارجية وحسابات القوات السياسية حتى في هنا. المقصود من السؤال يعني هل هذه الفعالية ألن تشهد هذه الفعالية مثلا تصعيد ضد الحكومة؟ نعم نعم، في خصوص فعالية 7/7 أقيمت العديد من الفعاليات وكانت هناك كثير من المخاوف، ولكن إنها هذه الفعالية هي في السياق وهي ذات طابع عرف عن الفعاليات السابقة بالسلمية. نعم، لكن ألن تكون مخالفة للفعاليات التي مرت سابقاتها من فعاليات؟ نعم، يعني هذه الفعالية ألن تكون مخالفة للفعاليات التي أقيمت في السابق كما قلت ومرت بسلام؟ دعني أوضح، معنى مخالفة هنا قد تكون بمضمون ما تحتويه الفعالية، ولكن طابع العنف والصدام هذا غير وارد. الفعالية ستكون سلمية، ما سينطق على الفعالية ما سيتخذ الفعالية سيبقى بإطار السلمية، ولن تكون هناك من مبررات لأي مخاوف تتبع هذه الفعالية. الفعالية ستكون كما عهدنا سلمية وذلك بالتعبير عن المطالب، وهي دائما دأبنا هنا في الجنوب عن التعبير عنها، وكان دائما الطريق نعم. سلمية وسطور سلمية ومطالب يا مطالب مشروع يجب النظر إليها. أشكرك الناشط في الحراك الجنوبي غسان الشعيبي، كنت معنا من عدن. مشاهدينا بهذا القدر نكتفي ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي، كان معي من لندن المحلل السياسي صالح الجبواني، وأيضا الشكر لعضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي منصور صالح، وأيضا أشكر ضيفي الذي ودعته مؤخرا الناشط في الحراك الجنوبي غسان
الشعيبي. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلة الزميل أسامة القطيبي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى. أترككم في رعاية الله.